واحد بيقول هل الله يتجزأ؟ ما عرفش كده من دي، لازم من انت عارف هل الله يتجزأ؟ حاش، فكيف يتجزأ أسلوب واحد فقط هو أسلوب الكلمة؟ ولقد يصفتم كل الحب والشكر. شوف أقول لك على حاجة، أنت إنسان لك ذات إنسانية ولك عقل ولك روح، فهل لما العقل يفكر يبقى أنت تجزأت؟ العقل يفكر والروح مش موجودة وجسد مش موجودة، أنت تبقى حكايتك إيه؟ لولا إنك ليك روح ما كانش عقلك يفكر، ولولا إن ليك جسد فيه مخ ما كانش عقلك يفكر، ولكن التفكير نسب إلى العقل. التفكير نسب إيه؟ إلى العقل، مع إن الإنسان كله هو اللي بيفكر. ولذلك تقول الإنسان بيفكر، ما بتقولش عقل الإنسان فقط هو اللي بيفكر، ما فيهاش تجزيء، ما فيهاش إيه؟ تجزيء. ممكن تقول الجسد هو اللي بيأكل، ولكن لولا إن الجسد له روح ما كانش هياكل، لكن الأكل نسب للجسد ما نسبش للروح. ومع ذلك عموما تقول الإنسان بيأكل كله، ما بتقولش جسد الإنسان بس اللي بيأكل، ولا فم الإنسان بس اللي بيأكل. دي تخصصات التقانين. مشكلة كانت عايزة حل، إن الإنسان يموت ولا ما يموتش بناء على حكم الله. ودي حاجة شرحها قديس أثناسيوس الرسول، قال إن الله قال للإنسان يوم ما تأكل من الشجرة موت أنت موت، فكان لازم يموت. وإن كان لا يموت يبقى الله ليس صادقا وليس عادلا، وإن مات يبقى دي ضد رحمة الله، وأيضا تبقى ضد حكمة الله. كان خيرا للإنسان لو لم يخلق من أنه يخلق لكي يموت، وتبقى ضد قوة الله أنه ما استطاعش يحمي الإنسان من الشيطان، وضد كرامة الله أن الله يعني خلق الإنسان على صورته وأحسن حاجة في خلقته، ويجي الشيطان يلخبط له العملية دي كلها وربنا ما يقدرش يحمي. فكان لابد أن عقل الله يتدخل، عقل الله هو أقنوم الإبن، حكمة الله تتدخل، حكمة الله هي أقنوم الإبن. فما تتدخلش يعني لا يتجزأ لحد. أنت بتتجزأ لما بتفكر، أنت بتتجزأ لما بتاكل، أنت بتتجزأ لما بتكتب لي سؤال زي كده. أنت اللي كتبت السؤال ولا إيدك؟ وإيدك اللي كتبت السؤال ولا مخك؟ ومخك اللي كتب السؤال ولا روحك الحية اللي بتعيش هي اللي كتبت السؤال؟ كله ماشي على بعض. ما تتخضوش من الأسئلة اللي زي دي، لأن يعني ناس بيخوفوك وبيهوشوكوا.